للمزيد من التحليل ينضم إلينا من باريس تمام نور الدين الباحث في الشؤون الفرنسية. أهلا بك معنا في نشرة الأخبار سيد نور الدين. يبدو أن ما يجري يتجاوز مسألة مقتل شاب على يد شرطي، ما الخلفيات الحقيقية لهذه الأزمة؟ مرحبا بك وبكافة مشاهدي قناة الغد. في يقال مثل بالعربية الدارجة اللبناني قلوب مليانة. الأزمة ليست من اليوم، الأزمة قديمة، يعني بكل مدينة في فرنسا يوجد كليشي ونونتير كالتي تحدثت عنهم زميلتك منذ قليل في الريبورتاج. كل مدينة في فرنسا فيها لها ضواحي، وفي هذه الضواحي يعيش المهاجرون. المشكلة أصبح هنالك هو بين المهاجرين وسكان الأرض الأصليين، إذا كنا نستطيع أن نقول ذلك. والهوة تتسع يوما بعد يوم، الهوة تتسع بهذا الشكل. حتى الآن السلطة السياسية في كل مرة تجري أحداث في الضواحي تقوم بالوعود وتقوم بحتى أكثر من الوعود، يعني يقومون بإجراء التصليحات في الأبنية وفي البنية التحتية للمناطق، ولكن ذلك إصلاح البنى التحتية وإصلاح المباني لا يدمج المهاجرين بالسكان الأصليين، إذا أستطيع قول ذلك. نعم. اليوم مثلا السلطة السياسية حتى الآن لم تعطي حلول، يعني حتى وعود، اليوم ما في وعود. في السابق كان هنالك وعود، اليوم لا يوجد وعود، ووضعوا كل المشكلة على أهل القُصّر والشبان الذين ينزلون إلى الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يتهمون تيك توك وسناب شات وتويتر بتأجيج الأجواء. قال ذلك الوزير العدل ورئيس الدولة ماكرون نفسه، قال الحق على وسائل التواصل الاجتماعي. وزير العدل قال سنصل إليهم من يقومون بحياكة المؤامرات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الحق أيضا يقول وأضاف أنه الأهل كيف يتركون أهلهم في أولادهم في الشارع. إذن حتى الآن لم تطرح حلول أو وعود. الحل حتى الآن هو حل أمني. اليوم أبقت الداخلية على 45 ألف رجل أمن وشرطة في الشارع في محاولة لضبط النار المشتعلة. طيب بالحديث عن خروج الأمور عن السيطرة سيد نور الدين، إن كان لقاطني تلك الضواحي مطالب مستحقة مثل ما نفهم من حضرتك، ألا توجد طرق أخرى للتعبير عن ذلك غير التكسير والحرق الذي يجري الآن؟ أنا لم أقل أنه مطالب غير محقة في اليوم الأول لهذا الأعمال، وأنا لم أقل غير ذلك أيضا سيد نور الدين. أنا قلت إن كان لديهم مطالب مستحقة من ناحية التنمية والتطوير واهتمام الحكومة بهم، لماذا لا يعبرون عن هذه المطالب بطرق أخرى غير التي نراها الآن؟ ما هو هذا المشكل، يعني اليوم أصبحنا في مكان آخر. في البدء في أول يوم بدأوا بالاحتجاجات على مقتل الشاب نائل، في اليوم الثاني بدأت عمليات السلب والنهب، واليوم في هذه الليلة بدأت الاعتداءات على الأشخاص. إذن يعني أصبحنا في وضع خطير جدا، يعني عندما تبدأ الاعتداء على الأشخاص سيقوم بعض الشبان الفرنسيين والأشخاص والأناس بالتسلح لحماية أنفسهم، وهنا الخطورة. عندما يتسلح الشعب الفرنسي، وكل الشعب الفرنسي مسلح بالمزدوجين بالقانون، بين اللي عندهم رخص الصيد ونادي أندية تدرب على أندية لإطلاق النار، إذا كل الفرنسيين معظمهم عندهم سلاح في بيوتهم، لذلك أصبحنا في وضع خطير. الطريقة التي عبروا عنها طريقة غير مقبولة، يعني لا من غير المقبول. هم حركوا مدارسهم، حركوا المكتبات التي بنيت من أجلهم، هم كما الذي يطلق النار على أرجله. إذا أخشى ما أخشى أن تكون هنالك جهات أجنبية غير فرنسية، يعني دول خارجية هي التي تنمي الصراع وتدفع ثمن هذه المفرقعات. أنا أسأل سؤال، من أين يأتون بالأموال التي تمول هذه المفرقعات؟ هنالك جهة تمول هذه المفرقعات، نعم. والتحقيقات الاستخبارية ستكشف ذلك في الأسابيع القادمة عند الانتهاء من إخماد النار. حاليا النار مشتعلة، يجب إخماد النار وبعد ذلك سيقومون بالتحقيقات. طيب السلطات الفرنسية كيف ترى أداءها وكيف تبلي في احتواء هذه الأزمة، خصوصا وأن وزير الداخلية في تغريدة على حسابه بتويتر يوم أمس كان يشيد بضبط الأمن إلى حد ما بالمقارنة مع اليوم الأول؟ نعم، استطاعت القوى الأمنية
هذه الليلة كانت ليلة هادئة بالنسبة لليالي التي سبقت، يعني كانت ليلة هادئة جدا نسبة لليالي السابقة. سنرى ذلك في هل الحل الأمني 45 ألف رجل أمن يحل المشكلة، سنرى ذلك هذه الليلة والليالي المقبلة إذا كان هنالك نزول في نسبة، يعني انخفاض درجة التوتر والاعتداء على الأموال العامة والخاصة والاعتداء على الناس، بكون الحل الأمني نفع. ولكن على المدى المتوسط والبعيد الحلول الأمنية لا تنفع، يجب إيجاد حلول أخرى غير الحل الأمني، لأن مع كل حادثة هنالك ممكن أن تنفجر الأمور من أول وجديد. هذه الليلة سوف يعقد اجتماع جديد لخلية الأزمة بخصوص تفجر الأوضاع وحالات الاحتجاج والشغب التي تجري في الشوارع. ماذا تتوقع من هذا الاجتماع؟ هل نتوقع المزيد من الإجراءات الأمنية؟ خصوصا وأنك كنت تقول بأن على ما يبدو الحل الأمني لوحده لا ينفع. يعني في كل ليلة كنا نتوقع إذا كانت الليلة اللي بعدها ساءت الأمور أن يتم إعلان حالة الطوارئ. عمليا نحن في حالة طوارئ غير معلنة، عندما تفرض حظر التجول، عندما تشل النقل العام بعد الساعة 7 وبعد الساعة 9 مساء، عندما تلغي كافة مثلا الحفلات الغنائية والحفلات المسرح والأنشطة الرياضية يتم إلغائها، إذا أنت في حالة طوارئ غير معلنة. لو ساءت الأمور هذه الليلة اللي مضت، لو كانت الأمور أسوأ من الليالي الماضية، كنا من الممكن أن نرى إعلان رسمي لحالة الطوارئ. ولكن لا أعتقد أنه اليوم مساء سيتم إعلان حالة الطوارئ، لأنه الأجهزة والدولة رأت أن هنالك انخفاض بسيط في أعمال الشعب والسلب والنهب، ولذلك ينتظرون الليالي المقبلة لمعرفة ما ستؤول عليه الأمور. شكرا ولكن لك. الحل الأمني وحده لا ينفع، يجب شكرا. إيجاد طريقة. نعم، شكرا لك من باريس تمام نور الدين، الباحث في الشؤون الفرنسية والعلاقات الدولية.